احنا طبعا مجلس امهات مدرسه ابراهيم الخواجه وطالباتها ومعلماتها مع تسمين اليوم احتجاج على نقل ست ختام بركات من المدرسه على مدرسه ثانيه، لانه اول شيء المدرسه بحاجه الها، لانها هي عباره عن مؤسسه من مؤسسين المدرسه الموجوده اللي اسست المدرسه ابراهيم الخواجه. في يعني المدرسه ما بتستغني عنها، لانه اول شيء علاقتها مع الطلاب، علاقتها مع الاهالي، علاقتها يعني لحل المشاكل الموجوده بين الطالبات، محل المشاكل اللي بين حتى الاهالي والمدرسين. المدرسة تعودت عليها، المعلمات تعودوا عليها، يعني صعب إن نجيب إشي جديد، وخاصة هاي السنة إلها، هي يمكن إلها آخر سنة وبعدها بتتقاعد. فحتى لو انتقلت مثلا على مدرسة تانية مش رايحة تعطي زي مثلا ما بدها تعطي في مدرستها، مدرستها مشاكلها عارفتها، وبعدين يعني ما رايحة تعطي العطاء اللي هي متعودين عليها إلها لست ختام. إحنا اليوم هون في وقفة احتجاجية بسبب نقل مديرة المدرسة ست ختام. إحنا متعودين على ست ختام ومتعودين عليها، وفي تعاون وتراحم بيننا وبينها، فإحنا بنطلب من المسؤولين إنها تضلها مديرة لمدرستنا وهي بسن تقاعد، فإنه أقل إشي بيقدروا يقدموا لها إياها إنها تضلها بين زميلاتها وطالباتها لعلماتهم، هي أم لكل المدرسة. إحنا واقفين وقفة احتجاجية لأنه إحنا بدنا ندعم مديرتنا، مديرة مدرسة الخواجة اللي أمضت يعني سنين عمرها وهي في هذه المدرسة، أنشأت لنا العديد من المباني، وكان مثل مختبر الحاسب ومختبر العلوم، وكانت هي الدافع الأساسي إلنا في الأنشطة اللي إحنا كنا نعملها داخل المدرسة أو خارج المدرسة على مستوى المدارس وعلى مستوى تلكرم. إحنا هسا في هذا الوقف الاحتجاجي بدنا ندعم مديرتنا ست ختام بركات بسبب قرار النقل اللي بدهم ينقلوا، مع احترامنا للجميع، وإحنا بنوجه صوتنا لجميع الجهات أنه إحنا بدنا مديرتنا. نحن اليوم واقفين وقفة احتجاجية على مسألة قرار نقل مديرتنا ست ختام بركات من المدرسة إلى مدرسة العمرية. طبعا بحب أحكي بالأول أنه المدرستين مدرستين مميزات، وأنه المديرتين إلهم زمان في فترة طويلة في مدارسهم، وإحنا بنحب مديرتنا كتير ونتمنى إنها تضل معنا في المدرسة على الأقل هذه السنة، لأنها آخر سنة إلنا، إحنا صف عاشر بعدها رح ننقل على مدرسة العدوية تخصص علمي. وطبعا مديرتنا كانت متفاهمة معنا جدا، وكانت تشاركنا في الأنشطة سواء داخل المدرسة إذاعة مدرسية أو خارج المدرسة. وإحنا بنحب اليوم نوصل رسالة عن طريق شاشة تلفزيون الفجر الجديد، ونتمنى تكون رسالتنا وصلت وإنها تبقى مديرتنا معنا هذه السنة.